يا جماعة إياكم والمملكة، كلش إلا المملكة. المملكة خط أحمر لا يتكلم على حكامها ولا علمائها، لا لذات الحكام والعلماء، لا لا لا، وإنما لأنها بلاد الحرمين، فيها الحرمان، ترى المحافظة على أمنها محافظة على حرمة الحرم. فيجب علينا أن نشارك وأن نتعاون وأن نكون لحمة واحدة مع حكامنا وعلمائنا في صد كل عدوان يأتي إلى حدودنا. وإن ظلمنا الحاكم فيها قليلا أو قصر في حقوقنا معلش، الله يحاسبه، لكن يبقى أن الناس فيها آمنون. فلنرحم أشياخ الركع وأطفال الرفضة ونساء ستنتهك أعراضهن. وأنتم تعرفون أن النظام في المملكة نظام ملكي، والقبائل فيها كثيرة، وكل قبيلة بعد سقوط نظام آل سعود فيما لو خرجنا عليهم وأسقطناهم، كل قبيلة سوف تقول إيش؟ الحكم عندي وأنا أبو هندي، فذول بيطيرون بأسلحتهم والقبائل مسلحة. والله العظيم ما عاد تهدأ لا في بيتك ولا تأكل لقمتك وانت مرتاح. فقدر هذه المملكة أن يحكمها آل سعود، وأن لا تجتمع قلوب القبائل إلا على آل سعود، فهم أئمتنا وهم ولاة أمورنا، لا لأنهم آل سعود، لكن لأن الله عز وجل قدر أن لا تجتمع قلوبها القبائل كلها إلا عليهم. فوالله لو تحرك الحكم في برا آل سعود شوي، ها والله كان هالقبيلة بتصير اللي فوق بينما القبيلة الثانية، وسوف تجد الجثث ملقاة والنساء منتهكة أعراضها، والناس ما يأمنون حتى ما عاد يصلون في المساجد من خوفهم كما فعل في سوريا الآن وفي غيرها من المناطق. فيا أخوان تكفى طيعوني، ما دمنا لا نزال في بر الأمان وآمنين ومطمئنين فلنبقى هكذا. قصر الحاكم في بعض حقوقنا ما عليش، الله يحاسبه، تقصيره حرام، يحرم عليك أيها الملك تقصر في حقوق شعبك، هذا حرام. لكن العلاج ليس في تدمير البلد، العلاج بالمناصحة، بالدعاء له بالهداية، بالدعاء أن يبعده الله عز وجل ويبدلنا خير منه، بالدعاء أن يصلح الله بطانته. لكن أما بالخروج وتدمير البلد فنريد أن نبني قصرا فنهدم مصرا، لا يا أخي، هذا ليس من العقل ولا من الحكمة ولا من الحصافة. أفهمتم كلامي هذا؟ هل أنا منافق؟ والله أنا داري بينكم مباحث وداري معهم سجلات، لكن هذا كله والله أقوله أمام الملك نفسه وأقوله أمام ولي العهد، أننا نسمع لكم ونطيع ونتعبد لله عز وجل بالسمع والطاعة، ونتعبد الله عز وجل بتأليف قلوب الشعوب عليكم، ها؟ لا لذواتكم لا، وإنما لعلمنا بأن المملكة هي قاعدة التوحيد الأخيرة. مصر انتهك عرضها، ليبيا انتهك عرضها، تونس انتهكت، الشام انتهكت، العراق انتهكت، ايش بقي لنا من دول الإسلام؟ ايش بقي لنا من دول الإسلام يا جماعة؟ بلاد الحرمين. فإذا يجب علينا جميعا أن نجعل أمنها خطا أحمر، وحكامها خطا أحمر، وعلماءها خطا أحمر، نكون معهم قلبا وقالبا، نتعاون وإياهم على ما يؤدي إلى حفظ الأمن واستقرار الكلمة وقوة الصف واتحاد الكلمة، حتى نعيش آمنين مطمئنين. نسأل الله أن يرد الأمن والإطمئنان للبلاد الأخرى.